بغض النظر عن حجم المبادلات يعني شكون اكثر نلاحظوا انه حتى بالنسبه للاستثمارات التركيه في الجزائر عندنا استثمارات قويه، عندنا استثمار 5 مليار دولار وهو ثاني استثمار لتركيا في افريقيا بعد مصر، يعني نحن ثاني شريك. يعني أن نعطوا على سبيل المثال الاستثمارات مصنع الحديد والصلب توسيالي الذي قيمته 2 مليار دولار، يعني إذا تكلمنا عن هذا الاستثمار نستطيع أن نمثله بمثالين. المثال الأول هو أكبر استثمار تركي خارج تركيا، نحن نعلم أن الاستثمارات الكبرى تكون في البلد. يعني أكبر استثمار تركي خارج تركيا هو في الجزائر مصنع توسيالي. إذا أعطيناه الميزة الثانية هو أنه أكبر مصنع حديد والصلب في إفريقيا ويمثل 17% من صادرات الجزائر. يعني مقارنة بالحجار ما شكيتش يكون الأكبر؟ لا هو الأكبر لأنه نشوفه نسبة الإنتاج كذلك. يعني مصنع الحجار بعد 10 ركود، نعم 10 ركود قوي الحمد لله، يعني بعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية يعني أعاد تفعيله الآن يفايا لي باغي طاب بيان سور. إن شاء الله احنا 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 ودنا كرجال أعمال كمتعاملين اقتصاديين كمقاولين أنه تكون إن كونكيرونس لويال، يعني يكون منافسة حقيقية شريفة. يعني نشوفوا بلي سي اون بارل ريالمون سعر الحديد في الجزائر مازال يعني مرتفع، نحن نرقى إلى انخفاض السعر وهذا عن طريق يعني وفرة الإنتاج عن طريق هذه المنافسة الشريفة.